عرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صورة المنافقين التي كررها كثيرا في قوله ومنهم ومنهم ومنهم، فقال ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. والقصة كما رواها المفسرون باختلاف في الروايات وباختلاف في مدلول ومنهم من عاهد الله، منهم من عاهد الله من هو؟ اختلف المفسرون فيها، فمن قائل أنه ثعلب بن حاطب، ومن قائل أنه معتب، ومن قائل أنه الجد بن قيس، ومن قائل أنه حاصب بن أبي بلتعة. كل هذه خلافات، ولكن الآية تحتمل كل هذه، لأن الله لو قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتيناه من فضله بخل به، كان تبقى واحد من دول واحد. إنما إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد جاءها بالجمع، ومنهم صالحة للمفرد والمفردة والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، يبقى فيه جمع. إذن فالروايات كلها واردة، وأن هذا قال وذلك قال وذلك قال وذلك قال. ومنهم من عاهد الله، قالوا كيف يكون للمنافقين عهد مع الله؟ قال لك لأنهم عوملوا بظواهر ألسنتهم في أنهم أعلنوا الإسلام، فيجي يقول إيه أعاهد الله أن يحدث كذا وكذا، كما يذهب للصلاة لله. فهل منعه النفاق أن يذهب للصلاة؟ لا، ذهب للصلاة وصنع كل ما يصنعه المسلمون، ولكن المأخوذ عليه أن ما فعله بظاهره قولا أو فعلا لا يواطئ ويوافق ما في قلبه. إذن فله أن يعاهد عهد الله لأفعلن كذا ولأفعلن كذا. والقصة أن رجلا من فقراء الأنصار ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني فقير مملك، فادعوا الله يا رسول الله أن يوسع علي دنياي. فقال له رسول الله بنصيحة النبي إن قليلا تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، فعاوده وقال ادعوا الله أن يوسع عليه، فدعا الله له فوسع عليه. نقول كيف يستجيب الرسول لأن يدعو لمنافق؟ وإذا كان الرسول قد دعا ترضية له وتأليفا لقلبه، كيف يجيب الله رسوله في طلب منافق منه؟ نقول ربما كان ذلك لأن المنافق أراد أن يجرب أرسول الله رسول حق، بحيث لو دعا الله لأجيب، فلما دعا رسول الله أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدل هذا المنافق بأنه نعم هو رسول الله، وإن دعا لأي أحد يجيبه الله. فتبقى دي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا رسول الله لحاطب أو للجد بن قيس أو لحاطب بن أبي بلتع، استجاب الله لدعاء رسوله وأعطاه مالا. قالوا ولقد تكاثر ماله حتى تناسل كالدود. شوف الدود ده لما يجي في أي حتة كتير قوي. وضاقت به شعاب المدينة، فهرب بها إلى شعاب الجبال وإلى وسع الصحراء، فامتلأت، فشغلته أول ما شغلته عن صلاة الجماعة، وأصبح لا يذهب للصلاة إلا في يوم الجمعة. فلما كسرت كسرة فاحشة شغلته أيضا عن صلاة الجمعة. وفي ذلك دليل صدق لتنبؤ رسول الله له،
إذن فكل الأمر تأييد لمين؟ تأييد لمنطق الرسول معهم للخزي، حتى يسفههم في أنهم نافقوا في الإسلام. وبعد ذلك سأل عنه رسول الله فقالوا إنه في الشعاب شغله ماله وإلى آخره، فقال يا ويح ثعلبة، وأرسل إليه عامل الصدقة. ما هو قال عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فذهب عامل الصدقة إليه. فلما قال له هات ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك، قال أهي أخت الجزية؟ يعني هي جزية، يعني زي ما احنا نقول كده هي فرد عليه كده على طول كده. الله، ده انت اللي عهدت ومن ضمن عهدك انك ان اوتيت تصدقت وكنت من الصالحين، فما لك لا، ما لك لا توفي بالعهد. فقال للعام اذهب حتى ارى رأيي، يعني روح لحالك كده بالضبط، روح لحالك ولا نروح للي بعتك لحد ما تفكر. إذن هو عاهد الله ودعا رسول الله واستجاب الله له وكثرت أمواله، وبعد ذلك صدق الله نبيه في قليل، في قوله قليل تؤدي شكره خير من كثير إيه يشق عليك. فلما أرسل إليه ذلك قال ويح ثعلبة. فلما علم ثعلبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الزكاة، فلم يقبلها رسول الله منه، فأخذ يتردد عليه للقبول فلم يقبلها رسول الله منه. أراد بذلك أن يثبت أن الله وفقراء الله في غنى عن مالك يا ثعلبة. فلما انتقل رسول الله جاء ثعلبة بالصدقات المؤخرة عليه كلها إلى أبي بكر. قال أبو بكر ما كان لرسول الله أن يمتنع عليها ثم يأخذها خليفته أبو بكر. فلما انتقل أبو بكر جاء إلى عمر، فقال عمر مقالة أبي بكر، وجاء لعثمان، إلا أنه قبل أن يصل إليه كان قد هلك في عهد عثمان. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. طب بخلوا به وتولوا، حتى ما وقفش تولى، يعني انصرف حتى عن العامل اللي جاي ياخده. صح انه مثلا يقعد العامل ويعمل له واجبه وبعد ذلك كله معلش نبقى نشوف رأينا، ولكنه تولى واعرض ايه، وتولى واعرض عنه. جزاء مثل هذا قال الحق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فأعقبهم يعني جعل العاقبة لهذا التصرف أن جعل في قلوبهم النفاق إلى يوم يلقونه. ما دام الله قال كده يبقى معناه إن اللي عمل العملية دي وسئل الصدقة فمنعها وبخل وتولى وأعرض إعلام من الله على أنه لا يموت على إيمان أبدا، وقد كان لا يوجد واحد منهم مات على الإيمان، مع أننا بنشوف كثير منهم كانوا يؤمنون، ولكن الله قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ما أخلفوا بسبب ما أخلفوا الله ما إيه ما وعدوا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بسبب إيه؟ ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يكذبون في إيه؟ كذب في العهد أولا لئن آتانا الله من فضله لإيه؟ لنصدقن. وكذب ثانيا في أنه قال أهي أخت الجزية، يعني هي فرده، مع أنه هو فاهم أن من أركان الإسلام الصدقة والزكاة عن الإيه؟ عن المال. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون.